نرحب بكم في موضوع انهاء مهيوي وهو الدعم الحكومي وتراجع ايرادات النفط. ما اسمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في موضوع هام وحيوي وهو الدعم الحكومي وتراجع ايرادات النفط وانخفاض ام اعاده هيكلته. في هذه الندوه نلتقي بالاستاذ يعقوب سيادي الناشط السياسي المعروف، وهو غني عن التعريف لان يوميا تشوفون في جريده الوسط الموضوعات المختلفه اللي يتحفنا فيها، والاستاذ السيد فلاح هاشم الامين العام المساعد للحمايه الاجتماعيه. ونرحب بكم جميعا في هذه الندوه. نبدا بالاستاذ فلاح هاشم الامين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات العمال، فليتفضل. مساء الخير جميعا. نبدأ قبل توجيه الشكر إلى جمعية تجمع قومي على استضافتنا في هذه القضايا الهامة المتعلقة بحياة الناس والمواطنين، خاصة العامة منهم. أعتقد أن الدعم إلى المجتمع المضموم المجتمع في يخص بالذات الشرائح الفقيرة. قبل ما أبدأ ورقتي هذه بغيت أوضح شغلتين. الأولى أنا حقيقة موضوع ورقتي بيكون ما تقدمه أو ما يقدم من دعم عبر وزارة التنمية الاجتماعية في ما يعرف بقانون الضمان الاجتماعي. واحد. اثنين، يعني أنا أرجو بعد أيضا أن لا يفهم أي انتقاد أو البدء من بنود الدعم أو إجراء صرفه المعتمد هو موجه ضد شخص أو دعوة لإيقاف هذا الدعم، ففي الأساس نحن مع مبدأ الحماية الاجتماعية والقضاء على الحاجة للجميع، وإنما ما سيأتي ذكره هو مقتصر على أسلوب إدارة وتوزيع هذا الدعم. في البدء تعتمد البحرين كبقية دول مجلس التعاون قوانين منظمة للمساعدات الاجتماعية الممولة عن غير طريق الاشتراكات، اصطلح على تسميتها الضمان الاجتماعي. وهي تعد جزء من نظام الحماية الاجتماعية، ويعتبر قانون رقم 18 لسنة 2006 والتعديلات عليه في القانون 18 لسنة 2013 بشأن الضمان الاجتماعي، وكذلك قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقرارات الوزارية المعنية باشتراطات تطبيق أهم النظم التشريعية في هذا الخصوص. وينص قانون الضمان الاجتماعي في مادته الأولى على أن الضمان الاجتماعي هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية. كما نص على أن تتولى مسؤولية تطبيق هذا القانون وزارة التنمية الاجتماعية. كذلك يعني عرف أو وضع اشتراطات القانون على أساس من ضمن الاشتراطات أن يكون المواطنين دولة مملكة البحرين ويكون ساكن في البحرين أيضا، ويكون عدم وجود دخل شهري، أو في حالة وجود دخل شهري يشترط استحقاق المساعدة الاجتماعية أن يقول أن يقل مجموع هذا الدخل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيا لتوفير هذه المتطلبات. كما حدد الفئات اللي يشملهم هذا، هم 9 فئات: الأرامل والمطلقات والمهجورات وأسر المسجونين والبنت غير المتزوجة والأيتام والمعاقون والعاجزون عن العمل والمسنون والأولاد. وضع عدة اشتراطات حقيقة في لتطبيق أو من تنطبق عليهم استحقاق المساعدة، على أساس إنه يكون شخص ما عنده مقتدر شرعية يعني ينفق عليه واحد شرعا ينفق عليه، وكذلك على اساس انه يكون البحث الاجتماعي يثبت بان دخله الشهري اقل عن الحد الادنى اللازم لتوفير المتطلبات الاساسيه. وتطرق الى موضوع المسنين والمعوقين اللي يكونون في دور رعايه اللي اذا طلبت حاجتهم الى بعض الاجهزه اللي هم يحتاجونها. طبعا استثناءهم قصدي. كذلك نص في ماده 9 على الا تقل المساعده الاجتماعيه شهريا عن 70 دينار للفرد الواحد و120 دينار للأسرة أقل من 5 أفراد و150 للأسرة فيما زال عن ذلك، لأن هذه المادة عدلت في القانون رقم 18 2013 وقال لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل
يزيد عددها عن بعض. اي يعني رفع هل بالنسبه لقانون الضمان الاجتماعي ما يسمى الضمان الاجتماعي؟ في قانون اخر هو قانون رقم 74 سنه 2006 بشان رعايه الاحيل وتشغيل المعاقين، حيث نص في ماده 97 يقول فيها يمنح المعاق مخصص اعاقه شهري طبقا لشروط الاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقه من الحريه. وطبعا في قرارات وزاره النقل الاداري رقم 42 سنه 2008 بشان معايير ومقدار مخصص الاعاقه والقرار 35 سنه 2003 بتحديد مقدار مخصص الاعاقه. نصت على معايير مخصص الاعاقه وطبيعه الاعاقه والتي نصت على ان تصرف مكافاه بواقع 50 دينار شهريا ثم ارتفعت في 2011 الى 100 دينار لكل معاق مصاب باعاقه واحده او اكثر من بين الاعاقات هذه الاعاقه الجسديه والاعاقه الذهنيه والاعاقه البصريه والاعاقه السمعيه والتوحد الشلل الدماغي الاعاقه المتعدده. هاي بالنسبه الى الاساس التشريعي الى المساعده الاجتماعيه او ما يطلق عليه الضمان الاجتماعي. حقيقه كمعلومات او كاحصائيات بدراسه قدمتها وزاره التنميه اجتماعية في نجوى إقليمية في الأردن حقولها في العام الماضي في مايو العام الماضي بعنوان تجربة مملكة البحرين عن برامج التحويلات النقدية الاجتماعية في البحرين المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية، فتحدثت عن أربع برامج هي تتضمنها المساعدة الاجتماعية أو التحويلات النقدية مثل ما أشارت فيها. فهي البرامج حددتها الورقة بين الضمان الاجتماعي إحدى البرامج وبرنامج ثاني هو برنامج الدعم المالي المعروف بعلاوة الغلاء ومخصص الإعاقة والتعويض عن حركة المنازل. في هذه الدراسة حقيقة وردت أرقام مهمة تحدثت عن 2013 بالنسبة للضمان الاجتماعي تقول في الدراسة أن عدد المنتفعين 17,169 معصوف عليهم 18,587,070 دينار. بالنسبة للدعم المالي عدد المنتفعين 107,780 شخص أو منتفع معصوف عليهم 104 و 947 يعني حوالي تقريبا 105 مخصص الإعاقة على أساس أن عدد معاقين في البلد 8,811 صرف عليهم تقريبا 11 مليون. تعويض الحريق كان 54 متضرر وصرف عليهم 90 مليون، فمجموع منتفعين 133,763 هم طبعا محددين تقريبا حوالي أن عدد 6.5 مليون. واحد محتاج ان يقارن شوي. المبلغ المصروف 134,616,420. بالنسبه الى موضوع الدعم المالي تحدثت عن ان الاشخاص اللي يكون دخلهم اقل من 300 دينار يعطون 100 دينار واللي دخل من 300 دينار و301 ل 770 دينار ومن 701 ل 1000 دينار 50 دينار على اساس ان هذا الادخار يكون. يعني حقيقة الشيست من أيضا بعد الواحد محتاج أن يشوف شغلة مهمة من الواحد محتاج يعني حقيقة يشوف يعني ينظر شوي يقارن بين مبادئ الدعم المالي على نفس موقع الوزارة من 2007 إلى 2013 نشوف المبالغ المصروفة بس فقط مع الضمان الاجتماعي. في 2007 كان 13,591,000 ويعكسور يعني تقريبا حوالي 13,600,000 في حين في 2013 18,587,070 دينار. الفارق يعني تقريبا حوالي اكثر في حدود 40% او اكثر في خلال 7 سنوات أو 6 سنوات الماضيه. المبالغ يعني حقيقه وهذه متكرر يعني متكرره طبعا هي كان مرصود اليهم 26 مليون صرف من هاي المبلغ في بمعدل حوالي 73% من المبلغ المرصود في هاي. ايضا هذا بتحصله في الحساب الختامي للدوله يعني طبعا في احنا كنت تحدثنا عن فقط في الدعم انا تحدثت عن شغلتين وهي مثل ما نقول ما يصرف من خلال او ما يقدم من خلال وزاره التنميه الاجتماعيه. طبعا هناك في دعم يعني مجالات للدعم أخرى ما يقدم حول برامج الإسكان وما يقدم للتأمينات الاجتماعية وما يقدم في السلع الغذائية. وطبعا هذا تقريبا حددت أن الشسبة يعني ما صرف حسب ميزانية الدولة تقريبا معدل في 2013 الفعلي 700 وحوالي 8 مليون دينار.
هاي طبعا من الحساب الختامي الى وزارة المالية. الشغلة اللي انا اعتقد مهم ان احنا نتطرق لها هاي طبعا الدعم، وحسب ما تحدث عنه من وزارة التنمية الاجتماعية انه يروح للمستحقين. انا حقيقة ما بدخل في طبيعة هاي المستحقين، بس احنا مهم ان احنا نقول هذا الدعم هل هو او يقدم حسب ما هم يضعونه، انه من ضمن يعني الحماية، من ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، هل هو يتوافق بالذات احنا بالنسبة لنا مع جوهر اتفاقيات ومعايير العمل الدولية ام لا. عندما نتحدث عن الحماية الاجتماعية، معايير العمل الدولية تتحدث على اساس ان عند الحديث عن الحماية الاجتماعية يقدر التطرق للمبادئ والثوابت التي تضمنها الاتفاقيات الدولية والمواثيق والمعاهدات والمعايير التي اعتمدتها كمفاهيم أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، خاصة فيما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، كذلك اتفاقيات العمل الدولية 102 والتوصية 202. نلن نتحدث عن تفاصيلهم، بس نروح للجوهر على أساس شو اسمه، الخاصة بأرضيات الحماية الاجتماعية وإعلان المبادئ وبرنامج العمل اللائق. كلها اعتمدت الحماية الاجتماعية بمنزلة الأساسية لضمان كرامة الفرد والجماعة، وعليه فيمكن اعتبار أن التنمية هي مسار يعني محوره الإنسان يحرر الفرد والجماعات من العوز والفقر والجهل والمرض، مسار تحرري أداته التنفيذية الأساسية الحماية الاجتماعية. إذا قارنا بين مفهوم الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، أعتقد محتاجين شوي نركز فيها. في وقت المفهوم الحماية الاجتماعية يركز على أن الرعاية الاجتماعية مكون أساسي لعقد اجتماعي بين الفرد والدولة. نشوف الرعاية الاجتماعية أو المساعدات الاجتماعية هي خدمات تعويضية تمنح للفقراء والمتضررين من السياسات الاقتصادية في بعدها الاجتماعي، خاصة اقتصاد السوق، والفترة زمنية محدودة. في مفهوم الحماية الاجتماعية يتحدث عن أن هذه الحماية الاجتماعية شاملة، بمعنى أن لجميع الأفراد الحق بالحماية الاجتماعية من دون أي شكل من أشكال التمييز. لاحظ في سياسات المساعدات الاجتماعية مجتزئة، أي أنه يستهدف فقط شرائح محددة من المجتمع ولفترة محددة. ايضا في بالنسبه للحمايه الاجتماعيه هي ذات بعد تنموي، حيث انه يضع مكونات الحمايه الاجتماعيه تعليم، صحه، عمل، غذاء، في اطار تمكين الافراد والجماعات من النمو والازدهار والتحول الى طاقات منتجه. نلاحظ ان المساعده الاجتماعيه ذات بعد يغلب عليها الطابع الزبائني، او بحيث يعني في كثير من الدول، يعني ليس فقط البحرين وان مجموعه من البلد، انت تحول هذه الشبكات الى مدخل المحسوبيات والتنفيعات، كما غالبا ما يكون لها اثار عكسيه بما لا يحفز المستفيدين من برامج الاستهداف على تغيير احوالهم، يعني يبقى يستقبل هذه المساعده طول حياته ولا يتحول لانسان منتج. في الحماية الاجتماعية يعيد الاعتبار للعمل اللائق كحق من حقوق الانسان، ما يدعم سياسه التشغيل، يعني يحدث فيه لا يتحدث عن ايجاد فرص عمل وعمل لائق، يعني يحيد العمل على الميدان الاجتماعي ويتقاطع مع سياسيات النمو الريعي غير المنتج. في الحماية الاجتماعية أيضا يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال تكامله مع سياسات التشغيل، إني فقط استنزاف الأموال العامة ودفعها للناس. يعني على أساس يعني نحن نأكد على موضوع الحماية الاجتماعية، فإنه لابد من برامج الحماية الاجتماعية تؤدي منها بنيوية في عملية تحفيز الإنتاجية وتمكين الأفراد والجماعات من أن يشكلوا قوة دفع إيجابية لعملية التنمية الاقتصادية. كذلك يعني احنا اذا كان النمو الاقتصادي هو وسيله لتحقيق الرفاه، فالحمايه الاجتماعيه هي الوسيله العمليه لتحقيق ذلك. يعني تاكد في معايير العمل الاجتماعي ايضا، تاكد العمل الدولي تاكد ان سياسات الحمايه الاجتماعيه وبرامجها التنفيذيه لا يمكن فصلها عن المسار السياسي التنموي والاقتصادي عام، كما لا يمكن اجزائها ولا تعريفها كبرامج تقنيه بحته ذات اهداف تعويضيه لسياسه اصلاح الاقتصاد، وانما يجب ان تكون خاضعه لسياسه اجتماعيه واضحه المعالم اساسها الحق بالتمتع بحمايه اجتماعيه شامله تضمن كرامه الفرد والجماعه. وعلى الاساس ان برامج الحمايه الاجتماعيه لا يمكن يتم ضمن قرارات مسقطه او احاديه الجانب، وهي نقطه مهمه اعتقد، وبمعزل عن اطراف المجتمع الاخرى، بل ضمن مسار تشاركي. فلو لاحظ ان في معظم الدول منظومه الحمايه الاجتماعيه يكون هناك فيها اطراف الانتاج الثلاثه في ادارتها. في برامج اللي تدار من خلال المساعدات الاجتماعية هناك طرف واحد فقط، لا يمكن أن مشاركة المجتمعية طبعا، وفي الحالة يعني أنت بتحتكر إدارة هذا النظام، ولن يعني ولم يكن هناك فيه يعني لن تعتمد التسيير الثلاثي أو المشاركة الثلاثية في إدارته، وفي الحالة أنت يعني المجتمع اللي هو المفروض يكون شريك في هذه العملية بتخلي جانب واحد.
احنا في الوقت اللي تؤكد معايير العمل الدولي ان يجب ان يكون هناك مشاركه مجتمعيه، يجب ان تكون ايضا ان تكون هذه الاطراف المشاركه تكون ذات امكانيه في التصرف، اي او تكون عندها حريه الحق في التعبير والتنظيم، وكذلك ان تستطيع ان هذه الاطراف ان تمثل انفسها، وان يكون هناك ايضا تاكد معايير دوليه ان يكون هناك جو ديمقراطي صحيح على اساس تمكن هذه الاطراف من اداء دورها بصوره صحيحه وبصوره واقعيه. حقيقه انا استكفي لهني بالنسبه لي ونترك البقايا الى الحوار. شكرا لسمعك. شكرا استاذ فلاح. شكرا استاذ فلاح. والآن طبعا الأستاذ يعقوب يكمل الندوة وبعد ذلك نطرح الأسئلة اللي يبغى يطرح أسئلة وتكون في عملية النقاش. تفضل أستاذ. المبلغ يكون يعني مفترض يكون مقارنة بهذا، مش نظام دقيق،
بيكون مليونين سوري مليارين و597 مليون و497 ألف و680 دينار. نأتي للنقطة الأساسية وهو أن انخفاض أسعار النفط في العام 2015 عن السائدة في العام 2014 وما قبله تقريبا بنسبة 60%، لأن كان معتمد السعر في حدود ال 100 دولار أو 101 دولار حق السنوات السابقة، والآن نازل لحد على الأقل نازل مستقر ولكن وصل إلى 60 دولار، فعمليا كان فقد 240%. هاي بيأثر في عملية انخفاض إيرادات النفط تقريبا بنفس النسبة، يعني إذا اقتربنا من 100 مليون بيكون 600 ألف 40 تروح من هنا بحكم انخفاض السعر. النتيجة من انخفاض إيرادات النفط كمان انخفض إيرادات النفط من 2 مليون و597 قلنا من 100,000 كسور دينار متوقع لعام 2014 كما كان يقول شويه الى اذا اعتبرنا حد بنفس المعايير نرجع بس مع الاعتبار حق انخفاض السعر بنوصل في 2015 الى مبلغ تقديري اللي هو من مليار واحد و561 مليون و513 ألف دينار. هاي بما نسبته حوالي 60% من ايرادات النفط العام للنفط للعام 2014، وذلك بانخفاض تقريبا 40% عن 2014. نتيجة عام 2015 وما بعده إلا في حال تحسن أسعار النفط من جديد ستكون على نحو التالي المقدر طبعا. إذا افترضنا أن الانخفاض سيطول أو سيطال سيطال أبواب الدعم في الميزانية، هي المفروض الآن أن أبواب الدعم إذا انخفض إيرادنا من النفط وهي الأساس اللي تغطي موضوع كلف الدعم الحكومي، فنحن الآن وضع لأن الإيراد انخفض فأنا برتب يعني بقرأ الأرقام عشوائية برتب الدعم مش راح يكون بالضبط عليك أرقام قياسا حق 2014 المقدرة أو 13 اللي هي مرصودة رسميا. طبعا محافظة على انا يعني اعتمدت على ان احتسبت نفس نسب الصرف، يعني اي دعم يشكل نسبة مئوية من اجمالي ايراد النفط، فبستمر في نفس النسب هذه ونطلع حق الارقام اللي ممكن نشوف عليها الموضوع. على هذا الاساس تشوف الأرقام كلها بس نقرأ على قلب الأرقام محسوسة في البلوغة البناتية. بني حق الصندوق الضمان الاجتماعي وابدع اللي كان في 2014 المقدر على أساس 2013 كان حوالي 26 مليون، في 2015 راح يكون 15 مليون. اعتبر أن هني كان يشكل في 2014 1% من إيراد النفط، وأيضا 1% طبقناها على 2015 من إيراد النفط يصل للمبلغ هذا. طبعا الفرق يعني بين إن في واحد بين 26 و 15 بالملايين يعني بين مدة البلد. هيئة الكهرباء والماء في 2014 مدعومة 350 مليون وشكلت 13.5 من الإيرادات، راح تنزل في 2015 إلى 209 مليون نفس النسبة شكلها 785. خلنا من المجلس على التدريب والشغلات هذه كلية المعلمين مع أن بعد لا يتأثرون بالنتائج، لكن خلوا حق عامة المواد الغذائية اللي في 2014 67 مليون راح تنزل إلى 40 مليون 17 مليون تقريبا 27 مليون فرق يعني في النقصان. المؤسسة الملكية الخيرية أنا ما أشوف شيء ليش إحنا
احنا شعب البحرين نعيم ومحمون حق الناس، كيف تروح حق المؤسسه الملكيه؟ ولكن راح تاثر ايضا من 4 مليون و400 الى 2 مليون و600. هو الملاحظ انه في الكشوف الميزانيات والحسابات الختاميه ينتقلون في التسميات ما بين دعم السكن الى دعم معونه السكن الى دعم يعني في عوامل مختلفه، ولكن مثلا دعم برنامج الاسكان بين قوسين علاوه الايجار اي مخصصه علاوه الايجار في 2014 40 مليون، 2015 راح تكون خلينا نقول 24 مليون 23 مليون سنويا وشويه الف. دعم الاسر محموله الدخل بعد ما كان 105 مليون 500 الف راح تصل في 2015 الى 62 مليون 900 الف. حان الفراغ الاخر كانت نسبه تختلف يسموها دعم المشموله في الارقام هذه. دعم مبيعات النفط في السوق المحلي بعد ما كانت في 2014 960 مليون 500 الف تقريبا ويشكل 36.94 من اجمالي الايرادات النفطيه راح تصل في 2015 الى 575 مليون. يعني يبحر 400 اقل شويه مليون. راح تنتقل من 36 هي طبعا نفس النسبه تحافظ عليها لكن الارقام تغيرت. يعني باجمالي الدعم في 2014 اللي المفروض يكون مليار و621 الف سوري مليار و621 مليون و374 الف دينار راح تنزل في عام 2015 الى 961 مليون و829 الف والاخر سوري دينار. يعني فروقات التفكير في المواضيع النتائجه. طيب هذه اذا ركزنا التصرف فقط في موضوعات الدعم اللي بتنزل الى المستويات هذه طبعا نتائجها يعني خلف تفاصيلها لكن قطعا راح تكون يعني مؤثره في اجمالي كل مجالات الدعم هذه، وبالتالي يجب ان يكون يعني كل دعم لازم ينخفض ويتاثر عدد من المستفيدين منه بشكل او باخر. طيب غير هذه ايش عندنا من بديل؟ يعني اللي التفادي او الحل او التعامل بالاحرى بحيث ما في حلول التعامل مع الارقام ما لم يعني تتحسن سريعا. مكونات الميزانيه بشكل اساسي حتى معروف ان الايراد النفطي يشكل اعلى نسب الايراد او تقريبا كله يعني 90% 87% من مجموع الايرادات. وبعدين راح يوزع على المصروفات بحيث عندنا الخيار اول الاول اللي راح يتاثر يعني لابد في حل هذا الموضوع تبدا بالقوى العامله. القوى العامله عمليا تستهلك من الايرادات في 2013 كانت مليار 300 ألف. الخيار الثاني عندنا النفقات التحويليه اللي هي بما فيها موضوعات الدعم هذه الاجمالي في 2013 كان 694 مليون. انا اتناول الارقام الكبيره اللي يعني اللي ممكن ان تنال منها الارقام القصيره لو شو بقى منها ما بقى منها شيء. فانا ارجو يعني الجا الارقام الكبيره اللي ممكن الحكومة تنظر في أمر المواضيع هذه. طبعا عندنا الإعانات وتسديد فوائد القروض. قرض بين العام يستهلك وايد من فوائد بحد ذاتها يستهلك كثير من العملية. وعلى فكرة لاحظنا في 2011 أعتقد أن كان الدفق المالي النقدي سوري كان متوفر سيولة أكثر مما المبلغ اللي اختاروه.
تضيف حق العمل حق الجانب العام، بمعنى ان كان بامكان تجاوز الموضوع هذا وما يصير في اقتراح على الاقل ما يزيد الجانب العام، ويتم التصرف في النقل الموجود هذا. طبعا يعني هذا وجهه نظر يراها الاخرين بشكل مختلف، ان قد يكون هذه كانت احتياط حق رجال ما بحاله ما، ولكن كان بامكان التداول معها على الاقل جزء منها حتى تخفف موضوع الدين العام وتخفف حتى هذه الظروف. اللي قلت هذه البند في 2013 يستهلك حوالي 442 مليون دينار. اعتقد الخيار الاخير راح يتاثر هو مصروفات المشاريع اللي عملي بيستهلك قرابه ال 500 مليون. بالتالي لو نقص الايراد النفطي والايراد الاساسي من دوله البحرين بتقدير كل هالامور هذه بما فيه الدعم راح تتاثر بالنقصان، لان ما لم تنشط وتفعل انشطتك الايراديه عشان تزيد من ايراداتك ممكن تنقصها، لن تستطيع ان يعني تسدد صرفك هو باب الصرف. آخر الاحتمالات إن شاء الله ما يكون هو راح نعيل على احتياط الأشجار القادمة بمبلغ كل سنة يخبرون إنه في 20 مليون أو 20 مليون آخر، لكن ما معروف بالضبط هالمبالغ الآن اللي تراكمت إن ما تورد الميزانية بشكل أو بآخر. فقط كل سنة بسنتين ممكن احنا نستنتجها لما نجمع برؤيتها لنهايتها، لكن هذه المبالغ تكررت ال 20 مليون لو كنا حق 5 سنوات وصلنا مليار او اكثر. ولكن اين هي هذه الان؟ هل في بيت احد المسؤولين يجلسك عليها ام هي في وديعه؟ اذا كانت مستثمره الاستثمار بيجيب له مردود، بالتالي المبالغ ليست ثابته متغيره. أنا ما أدري ما لاحظت في الميزانية أن أوردت إيرادات، يعني لا يبين فيها أن أضيفت إلى إحداث الأجيال ولا استبقي إحداث الأجيال على الريت السنوي اللي يحولنا، ولكن الإيرادات استخدام هاي الأموال دخلت مثلا في إيرادات الدولة أو ما شابه. شكرا لكم وصلاتكم.